الاتحاد ما كانش موجود، وتقريبا هم في الصف الاول. الى امر مهم جدا كل الاطفال الذي يلعبون واللي يشوفوا ما يشوفوش الحمد لله. يعني هذا الدعم ما مشاش، يعني كان يعني بالنسبه لنا انجاح كبير، خاصه ان 6 ميداليات ذهبيه في العاب في هذه الطبعه اللي كان مستوى جد مرتفع ما كانش يعني سهل. يعني اون تري ساتيسفي دو نوتر ميسيون. ربما كان فيه بعض ما نقولش إخفاقات، ولكن ربما نقص الخبرة بعض الرياضيين اللي خلاهم اللي كنا احنا معولين عليهم باش يطلعوا في منصة التتويج، ولكن هذه الرياضة هي توجور ان غانيون وان بيردون. ان شاء الله تكون فرصة لهم باش يتدركوا الأخطاء اللي وقعوا فيها، ونأكدها لكم هذه المرة، وخاصة واش عشنا في هذه الطبعة ومقارنة بالدول الكبرى والضغط الكبير اللي كان علينا احنا اتحاديه. اول شيء سي لانستالاسيون، ما نقولش لا كرياسيون مي لانستالاسيون لا ريورغانيزاسيون دو موفمون اونديسبورت ان الجيري ان كريون لو كوميتي بارالمبيك لي ربما سي اون ستركتور تري امبورطون بالنسبه لنا، ويخفف الضغط الاتحاديه، وربما هو اللي يقود المشعل ويقود ويتبع الرياضيين ذو المستوى العالي باش يوفرهم كل الظروف الملائمه. ما ديرنيغ ميسيون، من بعد الامور تتغير بيان سور، ربما رانا في ما ديرنيغ ميسيون سي دو ماتر لو بروجي دو كوميتي بارالمبيك، ومن بعد ابواب مفتوحه والصندوق كاين، واللي بغى يترشح يترشح، لازم نامن بالديمقراطيه.